بكم ومتابعي رودا وإلى ما كنتم. يسرنا أن نستضيف اليوم الدكتور حسن العقيلي رئيس هيئة الأوراق المالية الحديث عن عدة أمور تتعلق بهيئة الأوراق المالية وأمور اقتصادية أخرى. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك. شرفتنا اليوم برديل. الله يبارك بعمرك. الشرف. شكرا جزيلا دكتور. برؤيتكم ما هي الطرق الأنسب والآليات الأفضل لجذب رؤوس الأموال سواء كانت عربية أو أجنبية وتطوير القطاع المصرفي في العراق؟ الحقيقة يعني يمكن أتحدث بالجزء اللي يخص الأوراق المالية واللي هو القطاع المصرفي واحد من أهم اللاعبين في الأوراق المالية. سوق العراق للأوراق المالية الذي تشرف عليه الهيئة وتنظم أعماله وتراقب أداءه كذلك يحتوي على 103 شركة مدرجة. 43 شركة من هذه الشركات هي شركات مصرفية بنوك، وبالتالي أنا يعني ممكن أتحدث في هذه المنطقة التي تقع ضمن دائرة اختصاصي. طبعاً هيئة الأوراق المالية خلال هذا العام أصدرت مجموعة من اللوائح التنظيمية التي تؤدي بالنتيجة إلى حالة من الاستقرار وحالة من جذب الاستثمار على المستوى المحلي والمستوى الدولي أيضاً. في مجال الاستثمار يحتاج المستثمر أن يجد ضمانات حقيقية تضمن له تعامل شفاف وعادل، وفي نفس الوقت يشعر بالحماية من مؤسسة حكومية ممكن في حال تعرض إلى غبن أو تعرض إلى شعور بالغبن يمكن أن يطرق أبوابها ويلجأ لها لكي تتبنى التحري عن وجود حق له من عدمه، وتكون هذه المؤسسة حيادية وليس الطرف بهذه التعاملات. طبعا هذا الدور تقوم به هيئة الأوراق المالية العراقية، وبالتالي أصدرت هذه الهيئة خلال هذا العام مجموعة من اللوائح التنظيمية، كان واحدا منها ترخيص 4 بنوك تعمل بصفة حافظ أمين في هيئة الأوراق في سوق العراق للأوراق المالية. هل هنالك من هذه البنوك في إقليم كردستان؟ هذه البنوك عندها فروع بعضها في إقليم كردستان، ويعني أتمنى الوقت يسمح أتحدث قليلا عن إقليم كردستان. أكيد. فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية يمكن نخصص دقيقة واحدة لهذا الموضوع. الأربع بنوك تعمل كحافظ أمين، الغرض من وجودها هي تضمن للمستثمر سواء كان محلي أو أجنبي، وللمستثمر الأجنبي أكثر طبعا، أن تكون الأوراق المالية سواء كانت أسهم أو سندات في حيازة هذا الحافظ الأمين، بمعنى أن المستثمر الأجنبي أو المحلي يدير تلك الأسهم عبر بنك الحافظ الأمين. وطبعا هذه البنوك تم ترخيصها بناء على معايير وعلى مؤشرات، وتم التعاقد وموافقة البنك المركزي طبعا، تم ترخيصها من قبل هيئة الأوراق المالية للقيام بهذا الدور. هذه واحدة بصراحة من الأسباب المشجعة للاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية. كذلك أصدرت الهيئة خلال هذا العام لوائح تنظيمية تخص التداول بالهامش، وتخص كذلك تعديل مدة المقاصة من T plus 0 إلى T plus 2. وهذا يعني صراحة التداول بالهامش يعني إمكانية قيام شركات الوساطة بتمويل جزء من الصفقة، بمعنى أنه المستثمر بعد أن يتم اتفاقه مع شركة وساطة هو يمول جزء من عمليات الشراء للأسهم والسندات، وتقوم شركة الوساطة بتمويل الجزء الآخر. كذلك كان سابقا يعني إلى حد هذا العام كانت التسويات تتم بطريقة T plus 0، بمعنى أن لا تستطيع شراء الأسهم قبل أن تودع مبالغها، وهذا كان يعني أحد عوائق الاستثمار الأجنبي، أن المستثمر الأجنبي عملية التحويل المالي تستغرق عنده وقت، وبالتالي هو يعني لا يضع أمواله على سهم يمكن أن يتغير وضع خلال مدة التحويل. طبعا. الآن هيئة الأوراق المالية أباحت أن تتم العملية خلال يومين T plus 2، بمعنى خلال يومي عمل ممكن أن تتم التسوية المالية. فهذه وغيرها بصراحة من الإجراءات والآليات التي استحدثتها هيئة الأوراق المالية هذا العام، نأمل أن تساهم مساهمة حقيقية في تشجيع و
وترويج التداول في سوق الأوراق المالية. طيب قلت لي أنه ممكن نتحدث عن أقليم كردستان، شلون تتعاونوا مع الأقليم؟ بالنسبة لأقليم كردستان الحقيقة أنا كذلك هذه يعني أريد أستثمر منبر قناتكم الكريمة. هيئة الأوراق المالية منحت ترخيص لإنشاء سوق للأوراق المالية في أربيل. هذا متى؟ هذا كان الموافقة المبدئية كانت 2008. نعم. بعد مضي سلسلة من الإجراءات الهيئة رخصت هذا السوق، أصدرت، والسوق هو عبارة عن شركة مساهمة، القطاع الخاص يشارك بحدود 80% فيها، وبعض المؤسسات الحكومية في الإقليم تساهم 20% منها. طبعا تم ترخيص هذا السوق منذ عام 2012 او 14 بالدقة، يعني مو اذكر التاريخ، بس بالتأكيد مو اكثر من 14، بمعنى انه مرخص من 2014 فما دون. والحقيقة السوق استكمل كل آلياته ان يتأسس وينطلق، الا ان للأسف الشديد على الرغم من مضي بحدود 8 سنوات من ترخيصه من قبل هيئة الأوراق المالية، لم يرى النور ولم يمارس أعماله إلى الآن. على الرغم من اعتقادنا بأهمية هذا السوق، أقليم كردستان ممكن أن يشكل عامل جذب للمستثمر الأجنبي وللشركة الأجنبية أيضا، بالإمكان إدراج شركات أجنبية جديدة في سوق أربيل كون سوق في منطقة. ليش متوقف العمل أو ليش مثلا ما هي العراقيل؟ الحقيقة الموضوع توقفه خاص بالإقليم، يعني أنا أعتقد أنه، وسمعت من بعض الأخوة من مجلس إدارة السوق، أن لا زال السوق ينتظر مباركة حكومة الإقليم لبدء أعماله، على الرغم أن الحكومة هي مساهمة في تأسيسه أصلا. يعني الحكومة تمتلك بحدود 20% من أسهم شركة سوق أربيل للأوراق المالية. فأنا أدعو بصراحة إلى تفعيله و يعني السماح له بالبدء بعمله، لأن سيكون بتصوري خطوة مهمة للاقتصاد في إقليم كردستان، خطوة مهمة لتحقيق عائدات للأشخاص في إقليم كردستان، وكذلك راح يكون يعني واحدة من أسباب دعم الاقتصاد في الإقليم. طيب البعض يشكل على أنه البورصة في العراق مفتقدة المصداقية، ليش؟ بصراحة هذا كلام بتصوري ليس دقيقاً، لأنه البورصة أو سوق العراق للأوراق المالية يعقد 5 جلسات يومية بطريقة شفافة، ويستخدم أنظمة إلكترونية في التداول لا يتدخل بها البشر، وبالتالي ويستخدم أنظمة نفس الأنظمة تستخدمها بورصة شيكاغو، نفس الأنظمة تستخدمها بورصة دبي. فبصراحة سوق من الناحية التقنية هو على يعني على أعلى مستويات التقنية، وبالتالي يعني أرى من الصعب إطلاق مثل هكذا تسمية على السوق. فضلاً عن ذلك هو يخضع لرقابة دقيقة من قبل هيئة الأوراق المالية، مراقبة ومحاسبة يومية، يعني هناك رقابة على التداول، كذلك رقابة إلكترونية، يعني لا تخضع لأمزجة الأشخاص، إنما تخضع للخوارزميات التي لا يمكن التلاعب بها ولا يمكن التدخل البشري بها. وبالتالي أنا أعتقد هذا الوصف غير دقيق ومجحف بصراحة. طيب هل هنالك رغبة بإعادة النظر بقانون الشركات وقانون سوق العراق الأوراق المالية؟ هيئة الأوراق المالية عاكفة على إعداد قانون لقطاع الأوراق المالية يشمل الأسواق مثل سوق أربيل وسوق بغداد وربما أسواق أخرى، سوق العراق أقصد. فالهيئة أنهت الجزء الأكبر من العمل والمشروع القانون باللمسات الأخيرة. طبعا قانون القطاع الأوراق المالية ربما يعالج بعض الإشكالات التي وردت في قانون الشركات. طبعا يمكن فاتني أقول أنه قانون الشركات حدد ملكية المستثمر الأجنبي ب 49%، بمعنى المستثمر الأجنبي لا يجوز له التملك في شركات القطاع الخاص أكثر من 49%. حاولنا بقانون الهيئة أن نعالج هذه الإشكالية كي نفتح الأبواب للمستثمر الأجنبي أن يأخذ مساحة أكبر، لأن وجود المستثمر الأجنبي في الشركة العراقية مفيد ومؤثر، ليس فقط من جهة التمويل ولكن من جهة التخطيط أيضا ومن جهة التطلعات المستقبلية كذلك. طيب اسمح لي دكتور بسؤال أخير، يعني كيف تأثرت هيئة الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بالركود الاقتصادي؟ يعني أتحدث أنا عن 8 سنوات ولحد الآن، ربما قبل 8 سنوات كان هناك هبوط بأسعار النفط، والآن بالسنوات الأخيرة بدأ ينتعش،
سعر النفط، كيف تأثر السوق بهذا التفاوت؟ طبعا يعني كما تعلم حضرتك أنه السوق عادة يتأثر بعوامل متعددة، واحدة منها العوامل الاقتصادية لها تأثير كبير. المستثمر بالعادة يحسب خطواته حسابا دقيقا يعني، وبالتالي أي حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي بالعالم أو حروب أو تغييرات سياسية كلها تلقي بظلالها على المتداول ويؤدي إلى حالة من الإحجام عن التداول، ولذا نرى مؤشر السوق يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى متأثرا بتلك العوامل. ولا يفوتنا كذلك تأثير الوضع السياسي عفوا كذلك، يعني عمليات مثلا طول أمد قصة تشكيل الحكومة وتأخرها كذلك كان له تأثير. وجود الحرب بين أوكرانيا وروسيا وأدى إلى يعني تأثيره على أسعار المواد الغذائية بالعالم كان له تأثير. فبالنتيجة الذي أريد أقوله أن الحروب والمعارك وكل ذلك طبعا له تأثير سلبي وتأثير مباشر على الأسواق عموما وسوق الأوراق المالية على وجه التحديد. الدكتور حسن العقيلي رئيس هيئة الأوراق المالية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.